العراق. السلام عليكم، شاكو ماكو. تعليقات قذرة. السلام عليكم عراق، شاكو ماكو، ان شاء الله بخير. العراق، هناك احذر من مظاهرات ستكون في أربعينية الإمام الحسين، اللي هو يكون في شهر 10، ما يقرب من منتصف شهر 10 2019. حذر من مظاهرات في العراق في أربعينية الإمام الحسين شهر 10 2019 قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة في العراق. يعني أحذر من إسقاط الحكومة العراقية، أحذر، وإن شاء الله ما أتمنى غير كل الخير، لأن يكون مظاهرات يعني على مستوى مقتل شخصية دينية بالعراق. قد تكون شخصية دينية معممة، أو قد تكون شخصية لها ارتباط بالأمور الدينية، مثل مرجع ديني أو شخص معمم أو عنده مثلا أنصار بهذه الأمور. مقتل شخصية دينية بالعراق، قد تكون شخصية دينية أو ارتباطها بالأمور الدينية، مثل مرجع ديني أو شخص معمم أو عنده يعني أنصار بهذه الأمور، أو عنده ارتباط أو عنده اتصالات بهذه الأمور. هروب زعيم حزب خارج العراق الفترة القادمة. العراق سوف تصير مظاهرات في محاولة إسقاط الحكومة الحالية، يعني أحذر منها إن شاء الله ما يحصل كل خير. وخلي لما نشوف، كفاية كده كفاية كده، عشان أنا ما بيكونش عليا أقول الباقي والله، يعني كفاية اللي انتوا فيه. شوفوا الإمام جعفر.